المهنة الأساسية ووظيفة الصيدلي الأساسية، وهي إنتاج واكتشاف أدوية جديدة والتصنيع الدوائي المهم اللي هو الاندستريال فارماسي. معامل أبحاث كليات الصيدلة قدرت تنتج كام بحث علمي يساهم في صناعة المواد الفعالة؟ كثير جدا كثير جدا. على مستوى كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر ناشرين أبحاث بيتنت في منتهى الجمال، بس للأسف ما عندناش الاتصال بيننا وبين الشركات المصرية اللي تقدر تاخد ده ونصنع، أو يمكن الشركات نفسها يعني بتبقى الاستيراد المواد الفعالة. أنا مش عارفة بالضبط بالنسبة للشركات المشكلة فين، إما في الاستيراد أو إما في التكلفة العالية من معامل الأبحاث. دي عايزة اتصال مباشر علشان يتعمل على مستوى الصناعة تبقى الأسعار معقولة. هل إيفا فارم تمتلك معمل أبحاث أدوية؟ إيفا فارما تمتلك معمل أبحاث أدوية في المجر. ده كان أول زي أول خطوة لينا في قسم الR&D أو تطوير الأبحاث. وحاليا في مصر إحنا مصنعنا في أواخر 2016 بقى لينا مبنى مخصوص للأبحاث والتطوير شركة إيفا فارما. تمام. هل متوقع من المبنى الجديد أو معمل الأبحاث الجديد لشركة إيفا فارم أنه يبقى عنده خطة لإنتاج المادة الفعالة؟ ده أكيد هدف القسم ده، ومش بس لإنتاج المادة الفعالة. إحنا أوريدي عندنا أثيستر كومباني أو جزء من أرمانيوس جروب بينتج مواد فعالة، بعض المواد الفعالة، بس كمان التطوير والأبحاث تخص إن إحنا نخترع مادة فعالة جديدة للأمراض الموجودة، ويبقى لينا السبق فيها زي ما بيحصل في الدول بره. حرام يعني دول كانت بدأت بعد مننا بكتير، والآن بنستورد منها المادة الفعالة. يعني تمام الكلام ده حضرتك بقاله سنين، زي ما هو حصل في الهند وباكستان والصين ابتدوا. احنا يعني احنا في مصر لغايه الستينات كان عندنا مصانع بتنتج مادة بس فعالة. انا اعتقد ان الآن في فعلا توجه ان يبقى في مصانع عندنا انتاج المواد الفعالة، وفي حاليا على مستوى الدولة على مستوى الإدارة العليا بدأ يبقى في زي بداية للتطبيق الفعلي.